عميد محمد غانم سليمان مدير شرطة حدباء. سيدي على بركة الله. هاي طابق القرار في مركز الشرطة مقر المديرية فوق. اللي راح هنا باب السراي باب الطوب سوق السيارة المحلات هنا ما يجيبون ولا يخافون، بس من جد مديرية الشرطة مركز الشرطة راح يجون مباشرة على كل المحلات اللي هاي آخر مديرية ما وقع عندنا مديرية مقر مديرية مو مركز غير مرمم بالقيادة كلها. هاي آخر مديرية عن طريق الانجليزي والمحافظه انتم ايضا ساعدتونا كل الامور والاحوال ان شاء الله. ان شاء الله فاتح بخير على المدينه القديمه وعلى اهل المدينه القديمه. بس من المحلات يعني الان ما ندفع رغم انه قد يدفع ايجار وكذا. السلام عليكم.